حلقة جديدة من كشك الصحافة نتناول فيها اليوم. في اليمن مونيتور، الآلاف يشيعون فقيد اليمن الشاعر والأديب عبد العزيز المقالح. أما في البي بي سي، أكبر بركان نشط في العالم يثور لأول مرة منذ قرابة 40 عاماً. في العربية الجديد، هل أصبحت نهاية منصات التواصل والشيكة؟ شيع مواطنون يمنيون في العاصمة صنعاء جثمان فقيد اليمني وشاعرها الأديب الدكتور عبد العزيز المقالح إلى مثواه الأخير، ووفقا لما جاء في موقع اليمن مونيتور. ووري جثمان الفقيد عبد العزيز المقالح في مقبرة خزيمة وسط العاصمة صنعاء بعد الصلاة عليه في جامع الخير بشارع مجاهد القريب من منزله، وسط جمع غفير من المواطنين. وتوفي الشاعر والأديب الكبير عبد العزيز صالح المقالح يوم الاثنين عن عمر ناهز 85 عاما بعد صراع طويل مع المرض. ورفضت أسرة فقيد اليمن الشاعر الكبير الدكتور عبد العزيز المقالح طلب جماعة الحوثي بتشييع جثمانه بإقامة مراسيم بإشراف سلطات الجماعة والاكتفاء بالتشييع الشعبي فقط. وصدر للراحل المقالح أكثر من 17 ديوانا، منها ديوان لا بد من صنعاء عام 1971، وديوان مأرب يتكلم بالإشراك مع عبد عثمان عام 1972، كما صدر له أكثر من 25 كتابا ضمت عددا من الدراسات الأدبية والفكرية. المقالح ضمير اليمن الثقافي وداعا. تحت هذا العنوان كتب نبيل البكيري مقاله المنشور في العربي الجديد، وجاء فيها: لم يدون عبد العزيز المقالح اسمه في سجل الخلود الأدبي شعرا ونثرا بغزارة إنتاجه فحسب، وإنما برسالية المثقف الرسالي الذي لم يعتزل الناس وينأى بنفسه عن مشكلاتهم وهمومهم. ظل المقالح حاضرا في عالم الشعر والأدب والمحافل الثقافية العربية واليمنية على الدوام، ما جعله في مصاف الشعراء والأدباء الكبار. وبهذا المستوى نفسه من الحضور، حضر المقالح في عالم الأكاديمية مدرسا للأدب والنقد في جامعة صنعاء، وصاحب نتاج نقدي أدبي كبير، وأحال المقالح صنعاء إلى منتدى أدبي عربي مفتوح دائم الانعقاد طوال ثمانينيات القرن الماضي وتسعينياته، حافظ على شخصيته مثقفا عابرا للأيديولوجيات مترفعا عن مفاسد السلطة ومغانمها، ومع ذلك أدار علاقاته بالسلطة بأعلى درجات الحذر والاقتدار، فلم ينخرط في جوقتها ولم يصادمها، وظل يدير علاقة من نوع آخر تحافظ على مسافة للحضور بين السلطة ومعارضيها، بحيث يبقى بمثابة جسر تواصل بين الحالة الإبداعية والناس وبين هذه السلطة التي كانت تعمل على توتير علاقتها بالنخب المثقفة. ربما لم تتجسد شخصية المثقف الحقيقي في الحالة اليمنية كما فعلت شخصية عبد العزيز المقالح. هذا التجسيد الذي تمثل بهذا الإجماع الكبير على مكانته ودوره وأثره في الحياة العامة اليمنية والعربية، واحداً من أهل الحداثة والتنوير، وهامة عصية على الغياب والنسيان، ومن القامات الكبيرة التي تتحول إلى أيقونة خالدة في ضمائر الشعوب والأمم، وتظل تلهم الأجيال وترشد السائرين على دروب الحرية والكرامة. عاود الريال اليمني انهياره أمام الدولار الأمريكي خلال اليومين الماضيين، ليخسر معظم قيمته التي استعادها منذ إعلان رئيس الحكومة تسليم البنك المركزي جزءاً من التعهدات الإماراتية منتصف الأسبوع الماضي. موقع المصدر أونلاين نقل عن مصادر مصرفية قولها إن الريال خسر معظم قيمته التي استعادها منذ أيام، إذ بلغت قيمة صرف الدولار الواحد 1123 ريالا للشراء، بعد أن كانت قيمته الأحد الماضي نحو 1010 ريالات.
المصادر ذاتها أضافت أن الريال السعودي تجاوز مجددا حاجز 300 ريال يمني بعدما كانت قيمة صرفه نحو 285 مطلع الأسبوع الجاري. يأتي هذا التراجع بعد إعلان الحكومة والبنك المركزي توقيع اتفاقية مع صندوق النقد العربي لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي بقيمة مليار دولار، ويغطي الفترة من 2022 وحتى 2025. يفترض أن هذا الدعم سيسلم ضمن حزمة مالية تقدر قيمتها ب3 مليارات دولار كوديعة، منها مليار دولار تحول كدفعة واحدة للبنك المركزي اليمني لدعم قيمة العملة اليمنية وشراء المواد الغذائية. واعتاد مضاربون على التفاعل المتسارع مع أي إعلانة بشأن الوديعة ورفع سعر الريال بهدف دفع الناس لبيع مدخراتهم من العملة الصعبة قبل أن يعود سعر الصرف إلى مستواه الأعلى في غضون أيام. يحذر خبراء اقتصاد المواطنين من بيع مدخراتهم متأثرين بهذه الموجات التي تأتي بغرض نهب مدخرات اليمنيين من العملات الصعبة، كون السعر المعلن غير حقيقي ويأتي بناء على تكهنات وأهواء ورغبات المضاربين في السوق السوداء. عن ثورة النساء ونظام الملالي كتب رفيق خوري مقاله المنشورة في إندبندنت عربية، وإليكم بعضا مما جاء فيها. نظام الملالي في إيران بطبيعة رجال الدين أخطر تحد بالنسبة إليه من بين كل ما كان ولا يزال يواجهه هو ثورة النساء. يقول الرئيس الأسبق محمد خاتمي الممنوع من الظهور إن قلب النظام غير ممكن ولا مطلوب، المطلوب استعادة الثقة بين الثورة وشرعية المجتمع، تصحيح ذاتي من النظام سواء لجهة تركيبته أو لجهة تصرفه. وهذا لن يحدث طبعا في نظام اكتشف خاتمي نفسه خلال رئاسته أنه عصي على التغيير، ولا يتردد في سجن أو عزل أو فرض الإقامة الجبرية على أبنائه المطالبين بشيء من التغيير مثل مير حسين موسوي ومهدي كروبي، غير أن ثورة النساء هي في القلب في العاصمة، ومعها حركة الطلبة في أهم الجامعات وامتداد الثورة إلى الأطراف حيث الكرد والبلوش والعرب والأذريون، والمسألة مسألة وقت لكي ينتصر الدم على السيف. قيل إن عناصر القوة في إيران هي ثلاثة: الثكنة والجامع والبازار، كلما اتفق اثنان سقط الثالث. حين اتفق الجامع والبازار في آخر أيام الشاه سقطت الثكنة. اليوم يبدو كأن البازار على طريق المعارضة للانضمام إلى مركز جديد للقوة هو النساء والطلبة والشارع، والسؤال هو إلى أي حد يصمد الجامع والثكنة، ومن سيربح في النهاية، أهل الغيب أم أهل القرن 21، شيوخ 80 أم شباب 20، الملالي أم الناس؟ بعد استحواذ الرجل الأكثر ثراء في العالم إيلون ماسك على تويتر، انسحب كتاب وفنانون وصحفيون ومشاهير أجانب وعرب من المنصة، التخوف من رؤيته لتخفيف الإشراف على المحتوى وفرض الرسوم على علامة التوثيق. يتساءل موقع العربي الجديد، هل أصبحت نهاية منصات التواصل وشيكا؟ الفوضى التي تتخبط فيها تويتر انسحبت إلى فيسبوك بعدما قرر مؤسسها ورئيسها التنفيذي مارك زوكربيرغ تسريح 11,000 موظف. هذه التطورات دفعت بعض الخبراء إلى التنبؤ بنهاية عصر وسائل التواصل الاجتماعي بعد 20 عاما من هيمنتها. وفي مقال نشرته مجلة The Atlantic، كشف الأكاديمي الأمريكي إيان بوغوس عن رؤيته المتشائمة لمستقبل وسائل التواصل الاجتماعي. اتهم بوغوس الشركات المالكة للمنصات بأنها ابتعدت عن الهدف الأساسي من وجودها، أي تسهيل التواصل بين الأشخاص، واندفعت نحو الأرباح الإعلانية والمحتوى المدفوع. تتفق هذه النظرية في بعض تفاصيلها مع كثير من الأنظمة العربية والنخبة المحافظة التي تعتقد أن وسائل التواصل الاجتماعي أحدثت انفلاتا أخلاقيا. نحن بوصفنا مدى إيران الحيوية. تحت هذا العنوان كتب حازم صاغية لموقع الشرق الأوسط وجاء في جزء منه. من الفضائل القليلة لحكام إيران أنهم مولعون بشرح ما قد يبدو خلافياً أو غامضاً وبإيضاح ما قد يبدو متضارب التأويلات. المرشد الأعلى
علي خامنئي قال إن الأمريكيين قرروا شل دول الجوار وهي العمق الاستراتيجي للجمهورية الإسلامية. بالطبع لم تقل أمريكا ما قولها إياه خامنئي، فنحن أبناء الدول المذكورة العمق الاستراتيجي للجمهورية الإسلامية، وكوننا كذلك يملي علينا أن نرد بصدورنا السهام التي يفترض أنها موجهة إلى إيران. أخطر ما في هذا الكلام أنه ينشئ نظاماً من التراتب كالذي أقامه ستالين ضمناً حين هيمن على البلدان التي باتت تعرف بالكتلة الاشتراكية. هناك الدولة الغاية، دولة الدرجة الأولى، وهناك الدول الوسيلة، دول الدرجتين الثالثة والرابعة، هناك الدولة القلب والرأس، وهناك الدول الحزام والخوذة. بطبيعة الحال لسنا مع النظام الإيراني، لكننا حيال نظام مراتبي وحربي يهيننا ويجعلنا أداة لخدمته، كما يحول بلداننا ساحات وشعوبنا مقاومات، أي أنها تغدو وظائف لا مكان معها لبناء جماعات وطنية وتطوير حياة مشتركة. ومشكلة المشاكل أن هذا ليس احتلالاً إيرانياً بل أسوأ منه بكثير، فطهران ليست مضطرة إلى إرسال جيشها إلى تلك البلدان، إذ تتوسل التكسر الداخلي فيها وتستغل ببراعة يقظة الهويات الصغرى وتناحرها. هكذا تجد بين سكان البلدان المعنية أطرافاً كبشار الأسد وحزب الله وأنصار الله والحشد الشعبي ينفذون هذه المهمة التي تحتقرنا وتهددنا جميعاً نحن وإياهم، بوصفنا مجرد مدى حيوي لإيران. سلطت واحدة من أشهر وألمع المنصات الإعلامية في أمريكا الجنوبية الضوء على الظاهرة الأكثر انتشاراً في الشوارع والملاعب القطرية بالحضور الطاغي للعلم الفلسطيني. صحيفة القدس العربي نقلت عن شبكة جلوبو البرازيلية قولها إن ما يحدث في المونديال القطري يعكس دور وتأثير كرة القدم في لم شمل العرب من مختلف الدول. الأمر لا يقتصر على امتزاج العلم الفلسطيني مع ألوان الأعلام في كل مباراة لفريق عربي في مونديال قطر، بل أيضا في الشوارع والطرقات والأماكن العامة يحمله العرب مع الأوشحة التي تذكر العالم بمعاناة الشعب الفلسطيني. وعلى النقيض من حالة التلاحم العربي الفلسطيني في الدوحة، يتعمد أفراد البعثة الإعلامية الإسرائيلية إخفاء هويتهم بعد صدمتهم من طريقة تعامل المشجعين العرب معهم باتفاق جماعي على تجنب الحديث أو الظهور مع أي وسيلة إعلام إسرائيلية. ثار بركان ماونا لوا في هاواي، وهو أكبر بركان نشط في العالم للمرة الأولى منذ قرابة 40 عاماً. ووفقاً لموقع البي بي سي، تظل الحمم البركانية في الغالب داخل القمة، لكن السلطات حذرت السكان وأنذرتهم في وقت سابق من خطر سقوط الرماد البركاني. وقالت هيئة خدمات المسح الجيولوجية الأمريكية يو جي اس إن الوضع قد يتبدل بسرعة لم تصدر أي أوامر بالإخلاء، ومن المرجح أن أو من غير المرجح أن تتأثر المناطق المأهولة بسكان في هذه المرحلة وفق ما صدر عن مسؤولي الطوارئ. ويبلغ ارتفاع البركان 4169 مترا عن مستوى سطح البحر، ويمتد على مساحة 5179 كيلو مترا مربعا. وهناك تحذير من تساقط الرماد الذي يمكن أن يلوث إمدادات المياه ويقتل النباتات ويؤذي الرئتين في المناطق المحيطة طوال ليلة ثوران البركان. بحسب يو اس جي اس، ثار ماونا لوا 33 مرة منذ 1843، وكانت آخر مرة ثار فيها البركان عام 1984، ووصلت حينها الحمم إلى بعد 5 أميال من هايلو، المدينة الأكثر اكتظاظا بسكان في الجزيرة. نذهب إلى ولاية ملاطيا التركية، حيث أنقذ رجال إطفاء كلبا سقط في بئر بعمق 15 مترا. متابع.
تعالوا لنا لنتابع مجموعة من الصور المتنوعة حول العالم والتي نشرتها صحيفة الجارديان البريطانية كأفضل صور لهذا الأسبوع. مشاهدوها. إليكم الآن أيضا مجموعة من رسوم الكاريكاتير، متابعوها هنا. بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة اليوم من كشك الصحافة. نشكركم على طيب المتابعة. في أمان الله.